والله في مثال تاني، يا ابراهيم. رب ابراهيم يا ما رب. شاء الله هو كمان معانا الحمد نموذج لله اخر جميل. الحمد لله. ايه يا ابراهيم، يا دكتور اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. احكي لي بقى، انت عندك كام سنه؟ بتشتغل ايه وايه اللي حصل؟ عندي 34 سنه، بشتغل سباك، متجوز من 2014 وزوجتي معايا وكده. بعد 6 شهور جواز بقى مراتي تعبت. 6 شهور جواز. 6 شهور جواز. انتوا اتجوزتوا عن حب عن حب؟ ولا جواز صالونات؟ لا عن حب. عن حب يا مدام، عن حب. قعدتوا قد ايه تحبوا بعض؟ يعني فترة الخطوبة، لأن فترة الخطوبة. ها وبعدين؟ طولت فترة الخطوبة يعني شوية. بعد ما ظهر حاجة زي كده، بس هي كان عندها مناعة الكبد تعبانة، فكانت بتتعالج منه وبتاخد مسكن. انت كنت عارف قبل ما تتجوز انها مريضة بالكبد؟ لا لا، أنا ما كنتش عارف. ما كنتش تعرف. فاتفاجئنا بعد 6 شهور جواز بحاجة زي كده. رجعنا للدكتور تاني، قال لك محتاجة عملية زرع. فأنا كنت أول المتبرعين وموافق على حاجة زي كده. على فكرة انت محظوظة. طبعا. خليني بقى اعرف منك اكتر، انت عندك كام سنة يا اميرة؟ عندي 27. 27 سنة. عرفتي امتى انك انت مريضة؟ وكان عندك ايه بالظبط؟ كان عندي مرض مناعة الكبد. كان بعد ما اتجوزنا ب6 شهور تقريبا. رحت للدكتور وكده، لما تعبت جامد فقال لي انت عايزة زرع. فروحنا بقى على مستشفى جامعة الزقازيق، هو اللي علينا على المستشفى وكده. رحت انا واخواتي وابراهيم، بس اخواتي ما نفوش، فصلتهم مش طلعت زي الفصله بتاعتي، فابراهيم هو اللي طلع الفصله بتاعتي. هل صحيح ابراهيم ان الدكاتره قالوا ان لازم يتبرع لها حد من قرايبها واخواتها، وانت اصريت انك انت تتبرع؟ طبعا اصلا، بس اخواتها مش نفس الفصيله، هيجيبوا فصيله تانية منين؟ انا نفس الفصيله، فانا وافقت كملت معاه الحمد لله. بيني وبينك كده، يعني محدش من اهلك قال لك يا ابراهيم سيبها دي عيانه وبعدين احنا عايزينك وانت هو تطلقها؟ لا، هو اتقال لي فعلا الكلام ده وتتجوز غيرها؟ اتقال لي الكلام ده، اتقال لي كتير، بس مش من اهلي، من الناس من بره، حواليا اصحابي، الناس اللي حواليا بتاع كتير، كله اللي هو ما اعرفش بقى، خوف يبعدوك عن حاجه زي كده، الله اعلم. بس انا ما سمعتش كلام حد بصراحه. حسيتي بإيه لما حسيتي بعد 7 سنين جواز إن هو اللي بيتبرع وإن هو اللي عاوز؟ أنا كنتش مصدقة، بس أول حاجة كنت خايفة عليه، وكنت كل حاجة نعملها أقول له يا رب ما تطلع زي، يا رب تطلع تبوظ. كنت عايزة التبرع بتاعه يبوظ؟ كنت عايزاه، لأني مش كنت خايفة عليه، مش كنت يعني مش عايزة. هل في لحظة قلت له لا مش عايزاك انت تتبرع؟ لحد يوم العملية بالليل كنت اقول له يلا نروح، انا مش عايز اعمل العملية. هو اللي صمم وقال لي هندخل العملية. وانت كنت بتقول لها ايه؟ بالظبط، انا اللي كنت بحفزها والله. ليه هداف؟ انت بتحبها قد ايه؟ بحبها كتير. هو الحقيقة الحب مش كلام، الحب الفعل. انت اثبتت بالفعل انك انت بتحبها ولا ايه؟ وعمل كده طبعا. ربنا يخليكم لبعض. الحقيقه انا النهارده يعني بصراحه انا اظن ان الناس كلها شافت قد ايه ان الدنيا بخير، وان العطاء موجود، وان الخير دايما والنبل اللي موجود في الانسان بيضغى على اي حاجه ثانيه، سواء محمد او ابراهيم، نموذجين رائعين. انا بحييكم وبقول لكم انتوا ناس نبلاء، وربنا يجازيكم خير على اللي عملتوه. محدش يكون عايز اشكر برضو الدكاتره، وانا بشكرهم وبشكر الدكتور اللي عمل العمليه، نضيف الدكتور عمرو عبد العال ودكتور الفولي وفريق الدكاتره كله، ممتازين ممتازين، واشكرهم لان هم بيدوا للعيان يعني بيقعدوا يعني فتره ان هم بيحفظوك ان انت مش داخل تعمل عمليه. الحقيقه ان القوانين اللي في مصر اللي موجوده لاداره التبرع انا شايف انها مناسبه، بس ناقص منظومه عشان توصل الناس ببعض. يعني فكره ان ابراهيم او انا بس ده مش حقيقي، انا مصور ان في غيرنا كتير، بس يتبرع لمين؟ ازاي يعرف ازاي ان في اصلا حد محتاج تبرع؟ حتى اللي بعد الوفاه، يعني حتى اللي بعد وفاتي انا مثلا، انا عايز بعد وفاتي ما اروحش للتراب، عايز اروح لحد محتاج حاجات مني. ايه المنظومه اللي تعملها؟ مش موجوده.
اتصور ان احنا محتاجين ده في البلد، متخيل كده يعني.